السلام عليكم أيها الأحرار، السلام عليكم أيها المرابطون في الميادين والطالبين بالحرية والعزة والشرف، السلام على شبابنا الذي يطبع خلف القضبان في السجون، السلام من الله على عوائل الشهداء، آباء الشهداء، أمهات الشهداء، وشكرا لهم على ما قدموا من هذه الأضاحي والقرابيع الطائرة التي قبلت عند الله وقبلت عند الشعب. هؤلاء القرابين هم الذين سبب مباشر لمواصلة الحراك السياسي والوصول إلى نهاية الدرب المقدس الطاهر الذي يوصلنا إلى إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر، فإن شاء الله النصر قريب بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الواقع أحياء الشهداء ينبغي أن يزخر ويمتلئ هذا المكان بحضور هذا الشعب. هذا العطاء ليس مناسب له هذا العدد الحالي الموجود، ينبغي أن يتواجد كل الشعب، ينبغي أن يتواجد كل عوائل الشهداء، ليس فقط شهداء الشهر السادس أو الشهر الخامس، وإنما يجب حضورهم في كل فعالية تدور حول إحياء ذكرى الشهداء المجد والخلود والعزة لشهدائنا الأبرار. ولنا إن واصلنا إحياء ذكراهم في جميع المجالات، فينبغي أن نهتف دائما ونقول بالروح والدم نفديك يا شهيد. بالروح بالدم 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 نفديك يا شهيد. أحبتي، نحن سعداء ننتظر النصر بين كل لحظة وأخرى، وشعب كهذا الشعب، ما بقول الضعيف، الشعب ليس ضعيف، الشعب مستضعف، وفرق بين الضعيف وبين المستضعف. شعبنا مستضعف من قبل هذا النظام، ينظر إليه وإلى هذه الحركة أنها لا تفيد في هذا البلد الطاهر أكثر من ثلاثة أشهر، تخمد الأنفاس، يحصل التراجع، ينتهي كل شيء، ساعة
سيما بعد إحصاء الناشطين السياسيين أبطال الميدان وزجهم بالسجون. هذا طبعا ليس حلا ولا يمكن أن يهدأ هذه الحركة، لا يمكن أن يتراجع الثوار، ولا يمكن ولا يمكن بعد أن قدم هذه الأضاحي وهذه القرابين الطاهرة التي زادت عن 150 شهيد في هذا البلد. فواجبنا تجاه إحياء ذكرى هؤلاء الشهداء واجب لا يمكن أن يتراجع عن أحد. الذي يتجاهل ويتراجع ويتغافل وينظر إلى أن هناك فروق بين أناس وأخر هذا مخطئ. احنا نريد نشوف يعني عوائل الشهداء ودرس ليش ما يحضرون عوائل الشهداء. احنا نشوف اللي يحضرون عوائل الشهداء يعدون بالاصابع. اذا كنا احنا اللي ما قدم للشهداء واجبنا ان نواصل درب احياء هذه الذكرى، لماذا؟ لأجل أن يبقى هذا الحرام وتبقى هذه الثورة المباركة يعني يتتوج بالنصر بالظفر. بالاحترام بالتقدير، وإلا تضيع كل القيم وكل المسلمين. إخواني أعطي الكثير على شبابنا ليش ما يحضرون بيجي مناسبات، سواء كان هناك إعلام أم لم يكن إعلام، سواء كان في قرية أو في مدينة، سواء كان في جمعية أو غير جمعية، لا بد يعني سيما في مسألة الائتلاف للأسف الشديد نجد على أن العدد يبدو يتناقص رويداً رويداً. فعن مثل هاي المعتم الصغير ينبغي أن لا يسع للحب، ولكن نقول مع ذلك لازمنا مواصلين الدرب إن شاء الله. وكما ذكرت لا نستهين بهذا العدد، هذا العدد الذي يوجد هنا كل شخص منهم يعدل بمئة شخص. يعني أنا الآن عددكم الآن لازم نضرب كل واحد في مئة، شو كم يطلع؟ آلاف، لأن أنتم تعيشون الواقع، تعيشون الوجدان، تعيشون قلوب هؤلاء الثكالى، تعيشون مأساة ودمعة الشهداء، أمهات الشهداء، آباء الشهداء، تعيشون أيضاً ذلك الدم الذي نزف من هؤلاء الشهداء. فهنيئاً لكم بهذه الذكرى العطرة التي يمكننا من خلالها أن نتمنى الشهادة، يمكننا أن نحظى بمواصلة درب الأنبياء والأوصياء والأئمة سلام الله عليهم أجمعين. وشعب يخلد ذكرى شهدائه لا يمكن أن يخنع ولا يمكن أن يتراجع. وإن النصر لقريب، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعزة أحرار، لكم الكرامة ولكم الفخر
بأنكم ترفعون رؤوسكم على رأسهم آباء الشهداء وأمهات الشهداء وتزيلون عنكم الذل والهوان وتقولون جميعا هيهات من الذله